عندما يرجعون بالغيص والسيب الرضيف التباب النوخذ الأمور حتى الطواويش يرجعون كذلك، عندما يرجعون إلى البر تبدأ الرحلة الثانية. يعني احنا نتكلم عن قطر قبل 150 أو 200 سنة حسب البحث اللي احنا نقوم فيه ونحاول نمسح الفنون اللي كانت من ذاك الوقت حتى الآن. يرجعون إلى البر وتبدأ الرحلة الثانية اللي هي رحلتهم إلى الصحراء، إلى الموطن الأصلي مالهم، إلى موطن الأصلي لرجل هذه الأرض أو الإنسان هذه الأرض اللي هو الصحراء. فكد الشتاء مع كد الصيف، التعب تعب الشتاء مع تعب الصيف، هذه أوجد عزيزي المشاهد النغمات اللي اندمجت مع بعض واللي تمازجت مع بعض وأوجدت فن جديد لنا، فن خليط بين فن البحر وفن البر. بكل قسوة الحياة في الصحراء، بكل جفاف الصحراء، بكل المعاناة، حر الصيف، برد الشتاء، الأمور هذه كلها أوجدت فن، إضافة إلى تلاطم الأمواج على الشاطئ، إلى الموج وهياية، إلى البحر الأزرق اللي ما له حدود الممتد اللي متصافح مع السماء ويتلاقى مع السماء. أخوان المشاهدين، هذه الأمور دي كلها أوجدت شعرية معينة في رجل هذه الأرض، رجل الخليج ككل، إنما إذا تحدثنا عن أهل قطر يعني أو فن قطر، أوجدت نغمة أو شيء من اللينة، لينة الطباع في رجل هذا الساحل، وتغيرت الفنون. أصبح فن البر اللي كانوا يغنون فيه اللي هي الكلمات البدوية أصبحت تغنى في الفنون البحرية، أصبحت المواويل هي عصب فن النهام عشان يغنيه في الفنون البحرية، إضافة إلى السامري. السامري إحنا نعرف كلنا أنه هو نبع من وادي الدواسر، وبعد ذلك انتقل إلى الخليج العربي بصورة أو بأخرى عبر الموجات والهجرات البشرية والأنساب. الأخوان ذي لما إجوا من وادي الدواسر إلى قطر واختلطوا بالبيئة البحرية، دخلوا البحر وغاصوا في البحر وسمعوا الأمواج وهي تتلاطم. فعايز المشاهد حتى الأسلوب تغير. يعني ذكرنا إحنا بالشاعر ذاك اللي كان في أيام الدولة العباسية اللي يمدح الخليفة بألفاظ جافة، فقعده في قصر في بغداد وقعد يشوف النساء رايحين وجايين، فيقول عيون المها بين الرصافة والجسر. فشوف شلون صار الأسلوب. فعايز المشاهد لو بنتكلم احنا عن السامري، فالسامري اول كان من الكلمات اللي بنقارن فيها اللي جات من الصحراء، يقول يا رموق العين قلبي منك خفى، خفت الميزان لي من ثقل عوده، ابن عيد راح للهجله يخبي، ليت حنا ما سعينا في شيوده. هذه كلمات الصحراء. لما جاء الى قطر واختلط بالارض هذه وبالساحل، اسمعوا معاي شنو صار السامري في قطر. يقول يا راكب اللي شراعه كاسي ينقبه، شراعه العود وحباله من العالي، قل له ترى صاحبك لمواج تلعبه، لعب الهوى بروس غصن من هله خالي. وأصبح فن السامري القطري يختلف اختلاف كامل عن فن السامري النجدي أو الدوسري.